وكأن مدينة تعز لم يكن ينقصها سوى نضوب المياه، فإلى جانب الحرب والحصار تفاقمت معاناة الأهالي في المدينة جراء جفاف الآبار الجوفية وانعدام المياه. المدينة تعاني في الأيام الأخيرة وفي الآونة الأخيرة من شحة في المياه، وأزمة كبيرة جدا أضرت المواطنين وساكني المدينة بشكل عام. تتعدد الأسباب المنتجة لأزمة المياه، إذ تشير الإدارة العامة لمؤسسة المياه أن تعرض الشبكة الرئيسية للأضرار بسبب الحرب وانقطاع المياه التي كانت تصل من منطقة الحيمة الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية هو ما فاقم من حجم المعاناة. مدينة تعز تعاني من شحة المياه، وفاقمت الأزمة الحرب هذه الأزمة، حيث أن أغلب آبار المؤسسة خارج المدينة وهي تحت سيطرة الانقلابيين والميليشيات. دمار الشبكة الموجود، الشبكة الفرعية، وعدم التدخل في صيانة هذه الشبكة، إلى جانب أن هناك فجوة كبيرة في الانتاج الحالي. الآبار داخل المدينة اللي كانت عبارة عن آبار إسعافية تحولت إلى آبار رئيسية، حيث ننتج في اليوم 2500، بينما الاحتياج الفعلي للمدينة يصل إلى 35,000 متر مكعب. هنا تبذل مساعي رسمية لإيجاد حلول في محاولة لإنقاذ المدينة من أزمة وشيكة، حيث يدور اجتماع مع مدراء وممثلي مؤسسة المياه والموارد المائية، جرى الاتفاق فيه على النزول الميداني وإعادة تقييم الآبار التي ستعمل على تغطية احتياجات المدينة. يوجد لدينا تقريبا بحدود 22 بئر داخل المحافظة، ما يعمل منها الآن تقريبا بحدود 16 بئر، ولكن بطاقة أيضا ضئيلة جدا لا تغطي الاحتياج الكبير لأبناء هذه المحافظة. أيضا تم عبر مكتب التخطيط التعاون الدولي إرسال رسائل شديدة لجميع المنظمات وخاصة مكتب الشؤون الإنسانية في محافظة عدن اللي تعز الآن مرتبطة فيه، وكذلك أيضا منظمة اليونيسف للمساعدة في تشغيل بقية الآبار ورفع طاقتها الإنتاجية. معالجات آنية تحاول الجهات المعنية وضع حد من خلالها لأزمة المياه في مدينة تعز، غير أن هذه السلطات والجهات المسؤولة ظلت تتفرج طوال الفترة الماضية للحالة التي يعيشها سكان المدينة حتى جفت الآبار ووصلت الحالة إلى ما هي عليه اليوم. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.